فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من خلال التجربة يلاحظ أن الضرب غير المبرح للزوجة أو للأولاد يكون تأثيره ضعيفا في تغيير سلوكهم، فما الطريقة الشرعية الأخرى لذلك؟ وهل يصار إلى المنع عن أشياء معينة دون ضرب؟ يكرر الضرب غير المبرح، يكرر الضرب غير المبرح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.